افتتح غدا الجولة 21 من الرابطة المحترفة الأولى بملاعب ثلاث مواجهات، حيث يستقبل أهلي برج بوعريريج صاحب المرتبة الثانية مولودية الجزائر، وهي المباراة التي يسعى فيها أصحاب الأرض إلى تعويض الهزائم الأخيرة، فيما تستضيف شبيبة القبائل اتحاد بلعباس على أن ينتقل وفاق سطيف إلى بسكرة لمواجهة الاتحاد المحلي، وعينه على مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية الأخيرة. وقفنا على النقائص ومجهزين يعني لمباراة برج بوعريريج اللي تعتبر مهمة جدا، ليست مصيرية للفريقين ولكن مهمة من جانب النقاط ومن جانب يعني الاستمرارية في النتائج الإيجابية بالنسبة لنا، احنا نعود لديناميك النتائج الإيجابية. كل مباراة عندها مفتاح تاعها، وخاصة مباراة خارج الديار مع فريق اللي مجروح اللي يتطلب علينا يكونوا اللاعبين اللي يدخلوا لازم يكونوا واجدين 100%، حتى وما عندناش المجموعه كلها واجده 100%، ولكن رحنا نختار التوليفه اللي تكون فيها توازن كبير بين الخطوط وشويه خبره كذلك، لان مباراه اللي تتطلب الخبره تتطلب الحنكه والذكاء، وان شاء الله احنا دائما راح يكونوا تغييرات على الاقل لاعبين او ثلاث راح يكونوا